التصعيد في اللغة الإعلامية كيف يمكن أن يقرأ حتى الساعة وتداعيات ذلك التصعيد، نسلط الضوء عليه مع صلاح سلام من بيروت، رئيس تحرير جريدة اللواء اللبنانية. سيد صلاح، أهلا بك، هل تسمعني الآن؟ أهلا أهلا، أيوة الصوت واضح. نعم نعم. سيد صلاح، إذن العاصمة مقابل العاصمة، هذه التصريحات التي بدأنا نسمعها في الفترة المقبلة الفترة الماضية عفوا، كيف تقرأ قابل الأيام مع هذا الاستهداف الإسرائيلي ورد الفعل لحزب الله باستخدام طائرات مسيرة تصيب مواقع أبعد من الحدود أو الحدود اللبنانية؟ بالواقع يعني نحن في مرحلة الانتظار صعبة والأعصاب مشدودة للآخر، يعني والكل الأطراف في حالة تأهب لما هو مقبل في الأيام أو في الساعات القليلة المقبلة. ما جرى في بيروت مؤخرا وفي طهران أثار يعني موجة من الغضب لابد من الرد عليها، سواء من جانب إيران وحلفائها أو من جانب حزب الله بالذات. يعني وهناك كما نعلم مساعي حثيثة من الجانب الأمريكي لتهدئة الوضع أو إبقاء الرد في إطار معقول ضمن حسابات المعقول. أنا أعتقد أن نتنياهو الذي يحاول استدراج المنطقة كلها إلى مواجهة كبرى، إلى معركة حربية كبيرة، لن يسهل مهمة المساعي الأمريكية، خاصة وأن كما نعلم أنه يريد استمرار الحرب في غزة و انتقال الجبهة إلى الشمال وتوجيه ضربة إلى إيران حفاظا على وضعه في السلطة في الداخل في تل أبيب. ولكن أي حرب وأي مواجهة ستنشأ في هذه المرحلة ستكون مدمرة على الطرفين، لأن الأسلحة المستعملة لم تستعمل معظمها سابقا، وكما أن حجم الدمار الذي سيكون سيكون غير مسبوق قياسا على الحروب والمعارك السابقة. اليوم الأسلحة الصواريخ الباليستية والمسيرات الانقضاضية أصبحت متناول كل الأطراف الوكلاء إيران في المنطقة، كما أن الطائرات F-15 التي تزودت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بها أصبحت أيضا. سيد صلاح، يعني لنقرأ معا هذا الخبر العاجل ونعود لتسليط الضوء على هذا التصعيد. في آخر تطورات التصعيد أيضا أفاد مراسلنا بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي العديسة ورب 30 بالجنوب اللبناني. إذن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تستهدف من جديد الجنوب اللبناني والعديسة، وهنالك ربما أنباء عن إصابات لم ترد حتى الساعة. الإصابات التي في شمال إسرائيل وفق الإعلام الإسرائيلي حتى الساعة هم 6، بالإضافة إلى مقتل أحد الإسرائيليين في تلك المناطق التي تم استهدافها. إذن التصعيد مقابله تصعيد، الآن هل سيبقى التصعيد منضبطا وفق قواعد الاشتباك أم أنك ترى احتمالية تصعيد أكبر؟ أنا أعتقد أن الطرف الإسرائيلي خرج على قواعد الاشتباك في إسماعيل هنية، الشهيد إسماعيل هنية والشهيد فؤاد شكر، يعني وبالتالي أصبح على الطرف الآخر أن يخرج أيضا عن أصبح من الطبيعي أن يخرج من عن قواعد الاشتباك ويصعد بشكل غير مسبوق سابقا. وبالتالي أنا أعتقد أن لا، نحن اليوم هل ما يجري اليوم مرحلة تسخين للجبهة وتصعيد تدريجي لها بانتظار المواجهة الكبرى في حال فشلت المساعي الأمريكية في الوصول إلى حلول معقولة تراعي الرد الإيراني. كيف ترى المساعي الأمريكية سيد صلاح الآن، بما أنك ذكرت المساعي الأمريكية، أمريكا هل فعلا تسعى إلى خفض التصعيد في ظل إرسال مزيد من المسيرات ومزيد من يعني أسراب الطائرات؟ هنالك 22 أو F-22 قد كان قريبة الآن من البحر الأحمر. نشاهد الآن هذه الصور المباشرة من شمال إسرائيل لموقع سقوط ربما بعض المقذوفات نتيجة إطلاق
حزب الله للمسيرات التي استهدفت بلدة نهاريا وقرية المزرعة. هذه الصورة التي تأتينا ربما تظهر سقوط بعض المقذوفات نتيجة محاولة صد أو إسقاط الطائرات المسيرة وهذه الوحدات الإسرائيلية الخاصة التي تقف عند تلك المنطقة على أحد الجسور في شمال إسرائيل الأراضي المحتلة. وهذه الصورة أيضا ننقلها الآن من قبل قليل عفوا من شمال إسرائيل بعد سقوط مقذوفات أو طائرات مسيرة على هذه المنطقة التي تصاعدت فيها أعمدة الدخان. نعود مرة أخرى للسيد صلاح سلام رئيس تحرير جريدة اللواء. إذا الموقف الأمريكي بعد وصول حاملات طائرات وبعد حديث عن وصول طائرات F-22 إلى المنطقة للمساهمة في عملية الردع والدفاع عن إسرائيل، هل أمريكا فعلا جادة في عملية خفض التصعيد؟ الإدارة الأمريكية أعتقد هي في مأزق حاليا، هي من جهة لا تريد الانزلاق المنطقة إلى حرب كبيرة تحرج تضطرها للتدخل بشكل مباشر للدفاع عن الكيان الصهيوني، وفي نفس الوقت هي الموقف التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية هو الالتزام بالدفاع عن الكيان الصهيوني، وبالتالي هذا المأزق كيف سيواجهه إدارة بايدن في الأيام أو الأشهر الأخيرة لولاياته، هذا ما ستظهره الأيام القليلة المقبلة. ولكن هناك وفود أمريكية في المنطقة تسعى لدى طهران وتسعى لدى بيروت من خلال حوار بواسطة طرف ثالث مع حزب الله لتبريد الجبهة وإبقاء الرد ضمن حدود معقولة ودون حدوث خسائر كبيرة تستدعي ردا من جانب إسرائيل وبالتالي الانزلاق إلى المواجهة. يعني إن كنا نتحدث عن عملية ردع أو عملية حماية، هل يستوجب ذلك وصول حاملتي طائرات، وصول طائرات F-22 للمنطقة إن كانت تريد التخفيض؟ هل فعلا هي تريد خفض ذلك التصعيد بالدفع بالمزيد من التسليح والمزيد من عمليات الردع كما تسمى، وعملية الردع كما تعلم سيد صلاح أو كلمة الردع فضفاضة، ربما حتى عملية الهجوم تعد عملية ردع؟ طبعا امبارح صرحت أحد المسؤولين الأمريكيين بأن الولايات المتحدة لن تتردد في شن هجمات في حال تعرض إسرائيل للخطر، يعني وهذه ازدواجية الموقف الأمريكي المعروفة عادة أنه يعطيك من طرف لساني حلاوة ولكن الخنجر وراء ظهرك دائما، يعني وبالتالي لا يمكن الاطمئنان إلى الموقف الأمريكي بشكل عام، خاصة عندما تتعرض إسرائيل لأي خطر حقيقي. أنا أعتقد اليوم أن الدولة العبرية هي يعني محاطة بمجموعة من الأعداء لديهم قدرات تسليحية وقتالية مختلفة عما كان عليه الوضع في السنوات السابقة، وهذا ما لم نعتاد عليه الجيش الإسرائيلي. أولا الجيش الإسرائيلي في حالة انهاك بعد 10 أشهر من القتال في غزة والمشاغلة في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، وثانيا خصومه بوضع تسليحي أفضل بكثير عما كانوا عليه سابقا، وقد لا يكون عادل ما لدى الجيش الإسرائيلي تقنيات وكميات أسلحة مدمرة أمريكية مدمرة، ولكن على الأقل تشكل حد أدنى من توازن الرعب في هذه المواجهة الكبرى المنتظرة في المنطقة. نعم سيد صلاح، السيناريو الأسوأ وهو استهدافات للعاصمة بيروت وربما رد فعل أيضا من حزب الله لاستهداف تل أبيب، كيف ترى بيروت اليوم إذا ما لا سمح الله كان هنالك استهداف أكبر من الآن؟ بالواقع يعني أنا قلت أن هذه الحرب ستكون مدمرة على الطرفين، وبالتالي لن تكون من جانب الإسرائيلي فقط لديه القدرة على تحقيق دمار أو تخريب منشآت عامة أو مرافق حيوية في لبنان سواء في بيروت المطار أو المرفأ أو أي محطة كهرباء. أيضا لدى حزب الله القدرات على إلحاق
التخريب والدمار في مؤسسات حيوية إسرائيلية. وشاهدنا الأفلام التي التقطها المسيرة التي أطلق عليها اسم الهدهد والتي وصلت إلى حيفا وصورت المواقع. هدهد واحد واثنين، نعم، هدهد واحد واثنين، مواقع استراتيجية في حيفا العسكرية والميناء ومصائل خزانات النفط ومصافي النفط. وبالتالي أي ضربة ستكون في لبنان سيقابلها بضربة مماثلة من الجانب حزب الله. استهدفوا المطار، سيكون مطار بن غوريون هو الهدف. استهدفوا المرفأ، سيكون مرفأ حيفا هو الهدف. استهدفوا منشآت النفط وخزانات النفط في بيروت، ستكون خزانات النفط في حيفا هي الهدف، وهكذا. لذلك أنا أقول إنه هذه الحرب ستكون حرب مدمرة وغير مسبوقة في تاريخ الشرق الأوسط وغير مسبوقة في تاريخ الدولة العبرية، لأنه اعتاد الجيش الإسرائيلي أن يقوم بحروب خاطفة ويسيطر. وهذا هو التساؤل الآن سيد صلاح، يعني نتنياهو يذهب إلى أقصى التطرف في هذه الحرب، الاستمرار بعدم الإيقاف الحرب أو العدوان على غزة، وهنالك جبهات جديدة تفتح، على ما يعتمد هذا رئيس الوزراء نتنياهو؟ على ما يعتمد في هذا التصرف؟ وبالتالي وأنت تحدثت قبل قليل بأن الجيش الإسرائيلي الآن، قابليات الجيش الإسرائيلي ليست كما هي بعد 10 أشهر. تماما. بالواقع مخطط نتنياهو معروف منذ فترة، يريد توريط أمريكا في حرب ضد إيران بشكل مباشر، وكان هذا موقفه ودعواته دائمة للمواجهة مع إيران قبل نشوب الحرب في غزة وقبل التطورات التي شاهدناها خلال الأشهر 10 الأخيرة. لذلك الموقف نتنياهو استراتيجي هو الخوض مواجهة مع إيران اليوم وقبل استكمال. هل سيكون هذا المشهد كافيا أو مفيدا لنتنياهو؟ عملية قصف نهارية، هل سيستغل ذلك من أجل فتح جبهة جديدة، أم أن ذلك سيستغله من أجل استعطاف عالمي للوقوف معه في حربه على غزة؟ أنا أعتقد أن مسألة استعطاف العصر الخارجي العالمي والدولي أصبحت صعبة بالنسبة لحكومة تل أبيب، لأن حتى اليوم المظاهرات في شوارع لندن وفي شوارع أوروبية أخرى تخرج بالعشرات الآلاف مناصرة لغزة واستنكارا للمجازر التي ترتكب في غزة وضد الحرب الإسرائيلية في غزة. وبالتالي ليس من السهل استدراج العواصم القرار الخارجية بالنسبة للدولة العبرية، ولكن هناك تأييد التغطية الأمريكية، الغطاء الأمريكي لأي حركة تمس الأمن الإسرائيلي هي المشكلة الأساس التي تعطي نتنياهو دفعا لارتكاب مغامرته، لأنه مطمئنا إلى أن الولايات المتحدة لن تستطيع أن تبقى مكتوفة الأيدي في حال تعرض الدولة العبرية للخطر. وهنا بيت القصيد، وهذا ما يراهن عليه نتنياهو في هذه المغامرة الخطيرة التي من شأنها أن تهدد ليس الاستقرار في المنطقة فقط، ولكن الأمن والسلام في العالم كله، لأن هذه المواجهة في حال حصلت ستمتد أثارها إلى خارج الأراضي الإسرائيلية والدول المحيطة بها، وقد تصل إلى مناطق أخرى في أوروبا أيضا. نعم. قياسا على ما حصل في حروب سابقة. نعم، من بيروت السيد صلاح سلام، رئيس تحرير جريدة اللواء اللبنانية، وافر الشكر لك لوجودك معنا في هذه التغطية.